افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني لتنمية الموارد البشرية الذي حل تحت شعار الابتكار ومهارات المستقبل، والذي ساهمت بتنظيمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من صندوق العمل تمكين وعدد من الشركات المحلية والإقليمية. إن منهجية التطوير والتحديث وتنمية القامات البشرية دائما ما تبشر بتحفيز قواعد الابتكار والإبداع في فكر العنصر الإنساني، فهو وأينما حل بخبرته العلمية وبمهاراته العملية والتدريبية من المؤكد أن يكون عنصرا منتجا يعتمد عليه داخل أي شاغر وظيفي مهما كان موقعه. مقدمة استنبط مضمونها من شعار المؤتمر الدولي السنوي الثاني لتنمية الموارد البشرية الابتكار ومهارات المستقبل، الذي سمح للمختصين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية بعرض أحدث البرامج التي تسهم بمساعدة الأفراد في اكتساب المعارف الجديدة التي ستمكنهم من رسم خارطة طريق واضحة في مسيرة التنمية المستدامة. أما بالنسبة لنا في النفط طبعا التركيز أكثر على القطاع المهني، طبعا استمعنا لرئيس بنك البحرين الإسلامي يتحدث عن تطبيق التقنية في المجال المصرفي، كذلك المجال القانوني، في جميع الخدمات اللي موجودة في القطاع الاقتصادية في مملكة البحرين. لكن تركيزنا احنا في النفط والغاز مع القطاع الصناعي في التدريب المهني والتركيز على تأسيس قاعدة من المهندسين إن كانوا كيميائيين، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية. الإبداع هو هي نقطة الفاصل بين الوجود وعدم الوجود لكل المؤسسات في دول العالم. إذا نلاحظ براءات الاختراعات في السنوات السابقة وصلت إلى الملايين، بينما كانت في الثمانينات توصل إلى المئات، وهذه دليل أن فيه اهتمام من المؤسسات على الإبداع على التطور. مواكبة التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات التي تنهض بإنتاجيتها سواعد الأيدي العاملة سيضمن بلا شك تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم أثناء توجههم نحو التفرد والتوفق، وبالشكل الذي يعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني. نسبة الشباب الجيل الألفية مثل ما نسميهم هم اللي داخلين بقوة، تقريبا 60-70 بعض المؤسسات إلى 80%. هذا الجيل التقنية جزء من حياتهم الطبيعية منهم من يومهم صغار، اللي إحنا كمؤسسات على أساس ننجح ونتواكب مع الأمور لابد أن إحنا نرفع من قدراتنا، من تركيزنا، من عملية دمج التقنية مع الأعمال اللي عندنا، بحيث أن هذا الجيل يقدر يعطي وينتج. اليوم إحنا مهم أننا نسلط الضوء على المهارات اللي تحتاجها المستقبل لمواكبة، ونكون مستعدين للكوادر البشرية لمواكبة وظائف المستقبل. اليوم طبعا التدريب يعتبر من أهم الأمور في المنظمات، أيضا على المؤسسات أنها هي تخلق بيئة حاضنة للابتكار والإبداع، وتقلل من السياسات اللي هي تقلل من الابتكار. لازم أن السياسات تكون مرنة. هذا المؤتمر يأتي ضمن أكبر المؤتمرات المتخصصة في تنمية الموارد البشرية من حيث حجم المشاركة واستعراضه لباقة من التجارب الناجحة التي نمت داخل بيئة عمل داعمة للابتكار متطلعة لمستقبل واعد. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.